تلاميذ وطلبة المدارس في كل محافظات الجمهورية، كل مشاهدينا من الآباء والأمهات، أهلا بحضراتكم. كل سنة وانتم طيبين. عام دراسي جديد، سنة دراسية مختلفة اتخطط لها بشكل مختلف، سنة دراسية كان فيها تطوير وتعديل في المناهج والقرارات والتكليفات كمان. مناهج خرجت من المجموع ومناهج تانية اتعدلت، نظام جديد في الثانوية العامة ومناهج طبعا أجدد وأعمق وأشمل في كل المراحل، ودلوقتي طبعا بنتكلم عن المرحله الابتدائيه والاعداديه كمان يا بصراحه. يعني سنه جديده مختلفه بشكل عام، محتاجه منا دراسه من اول السنه عشان خاطر نقدر ان احنا نواكب التغييرات اللي بتحصل. الحقيقه وزاره التربيه والتعليم خططت بشكل علمي متقن ومدروس عشان تقدم قرارات ترجع مره تانية الانضباط في كل المدارس في مصر، تخفض الكثافه وتسد العجز في المدرسين. قرارات رجعت امتحانات ثالثه ابتدائي، رجعت الواجب الاسبوعي والشهري طلاب أولى وتلاميذ أولى وتانية ابتدائي عشان نقيس مهاراتهم ونشوف نتائج تعلمهم عاملة ازاي. صحيح طبعا، كل التلاميذ كمان بالنسبة للمرحلة الابتدائية طبعا في مناهج زي ما كنا بنتكلم، مناهج مطورة من رياض الأطفال ولحد سن سنة ستة ابتدائي، مناهج طبعا بتعتمد على المهارات الأساسية، المعارف، الأنشطة، عشان نقدر نبني شخصيتهم، عشان كمان نقدر نكتشف مهاراتهم وإبداعهم ومواهبهم. كمان التلاميذ في أولى إعدادي برضو نظام مطور ونظام جديد، نظام قايم على نفس الفكرة، وهي طبعا المهارة ثم المهارة، الإبداع، التفكير، وزي ما بنقول كده إيه، الكيف مش الكم يا بسنت. حقيقة شاذلي، ويمكن الحلو إنه دايما بنشوف في المدارس اللي هي الانترناشنال دايما يقولك أنا عندي كويز، أنا عندي امتحان، أنا عندي مش عارفة إيه. بقى دلوقتي ده موجود في كل المدارس الحكومية التجريبية الخاصة الانترناشنال، هتلاقي كل ده موجود، إن أنت دايما عندك الامتحانات. وأكيد مش حاجة، مش هتبقى أعتقد يعني مش هتبقى حاجة صعبة قوي كل شوية، لكن هتبقى حاجة بتقيس إحنا اتعلمنا إيه الأسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، عشان لو في حاجة وقعت مننا ما نجيش آخر السنة ونحس إنه إحنا علينا المنهج كله زي ما كان على أيامنا. إحنا كنا دايما نيجي نذاكر قبل الامتحان فنحس إن المنهج كله علينا، وده كان بيبقى غلط، وكان ساعتها بنضطر إن إحنا نحفظ ما نفهمش المادة وما نفهمش المنهج كان بيبقى عامل إزاي. إن شاء الله سنة دراسية تكون مليانة بالخير وتكون سهلة وبسيطة وخفيفة على الطلبة والتلاميذ، وتكون كمان خفيفة على الأمهات والآباء، لأن هم كمان بيبقى عليهم عبء كبير قوي. يا هتشتغل النهارده حقيقي، هتشتغل بالخلافات. الواتساب خلاص هيهنج النهارده من كتر الرسايل. انت عندك بنت في المدرسه؟ طبعا الجروبات شغاله اصلا بقالنا اسبوع في التحضيرات شوية. طبعا بقالنا اسبوع و10 ايام في التحضيرات والتجهيزات والخلافات ما بين المامز، انت عارفه يعني الاعتراضات المستمره على اي حاجه. ايه ابرز اعتراضات؟ على اي حاجه، حتى ممكن اعتراضات حتى مش على الدراسه اصلا، المهم ان في اعتراضات وخلاص في الجروب. لازم نعترض. على كل حال ان شاء الله تبقى سهله السنه دي، والسنه تبقى كده خفيفه علينا، لانه زي ما قلنا اعتقد الاباء والامهات، انا لسه مش في المرحله دي، لكن اعتقد الاباء والامهات دايما بشوف بيبقوا هم اللي عليهم عبء نفسي اكبر حتى من الطلبه والتلاميذ، فبلاش نعمل ده من الاول. والجميل ان احنا اهو هنلم المنهج مع بعض من اول يوم، وهنقعد واحده واحده كده نتعلم، وخلينا نقول انه يعني ما نكبرش الموضوع قوي للاولاد الصغيرين، عشان في البيت يعني للاهالي، عشان يحبوا المنهج. وزي ما قلنا ان النهارده في مناهج مبتكره، في ابتكارات، في ابداع دخل في المناهج، فده بداية كويسة ومبشرة بالخير. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بكم في حلقة جديدة وعام دراسي جديد. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.